معها دلالة. خليني أرحب نعرف تفاصيل وتقدير لقراءة الزيارة من الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا أستاذة عزة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل امرأة مصرية. كل سنة وحضرتك طيب، أشكرك. طيب يا فندم. دكتور محمد، توقيت الزيارة نظرا لما تمر به العالم أو يمر به العالم من أحداث، ودلالة هذه الزيارة إيه في تقدير حضرتك؟ يعني من وجهة نظري هناك عدة دلالات رئيسية، من حيث التركيز على مغزى التوقيت. أولا نعم. الأزمة الأوكرانية الروسية نعم. هي الشغل الشاغل للعالم، وعلى الرغم من أن مجريات الأزمة تجري على الأرض الأوروبية، إلى أن تأثيرات الأزمة تطول بلدان عديدة في مناطق جغرافية مختلفة ومنها المنطقة العربية. نعم. على نحو يجعل تطول العالم الحقيقة. طبعاً. نعم. وبالتالي من الأهمية أن يكون دولتين زي مصر والسعودية اللي هم رمانة الميزان في المنطقة العربية بحكم ما يمثله البلدان من عمق استراتيجي للمنطقة، لابد أن يكون هناك تباحث بشكل كبير، خاصة وعلى الرغم من تأثيرات الأزمة إلى أنها أوجدت فرصة للبلدان العربية المصرية من حيث ارتفاع أسعار النفط، ولمصر مصلحة أساسية في تأمين إمداداتها في من جانب الدول الشقيقة، سواء بتوقيتات محددة وبأسعار مناسبة. هذه الأزمة أيضا بعد مهم جدا أن يكون هناك لدول المنطقة تجاوب معها من منطلق نابع من رؤيتها. ولذلك أنا أحب أن أشير إلى دعوة مصر لمجلس جامعة الدول العربية لتخصيص جلسة فيما يخص أن يكون هناك موقف عربي، عقدت منذ أيام قليلة لإيضاح موقف الدول العربية تجاه تلك الأزمة، وهو التسوية السلمية لها، البحث عن سبل للمفاوضات، لأن الخطورة الأساسية من تلك الأزمة أن بعض أو تحديدا القوتين المركزيتين الدول الولايات المتحدة وروسيا ممكن يحاولا إيجاد حالة من الاستقطاب الدولي الشديد. نعم. هدفنا إحنا كمصر والسعودية إن هي ليست الانخياز لطرف على حساب طرف آخر. نعم. وإنما لدى الدول العربية من خلال القوة المركزية لها رأي آخر بيتم التعبير عنه، سواء في مجالس إقليمية تنعقد زي جلسة الجامعة العربية، أو نعم. لقاء رئيسي ما بين قيادات سياسية في بلدين مركزيتين مصر والسعودية. وبالتالي هنا نتحدث عن الملامح التي ترتبط في التأثيرات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية. هناك أيضا يعني ملفات مختلفة، سواء بما يتعلق بالتأكيد على المواقف المشتركة ما بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وما نيجي نشوف الرؤية السعودية اللي هي صارت متطابقة مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بملف الإرهاب وتحديدا الإخوان، وما نيجي نشوف تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صحيح. مع مجلس الأطلنطيق، وإن موجة التطرف هي أصلها جماعة الإخوان وفروعها في دول هذا تحول كبير، لأن الفارق ما بين رؤية مصر والسعودية في 2015 ورؤية 2022 كانت السعودية ترى أن الإخوان خطر لكن يمكن احتوائه، كانت الرؤية المصرية أن الإخوان خطر لا يمكن احتوائه. صارت الرؤية السعودية الآن هي نسخة كربونية من الرؤية المصرية، وهي أن الإخوان باعتبارهم فيهم دور رئيس في صناعة التطرف في الإقليم والعالم خطر لا يمكن احتوائه، وبالتالي يتطلب تضافر الجهود معه. هناك أيضا ملفات ترتبط بالعلاقات الثنائية بدرجة كبيرة. يعني حضرتك عارف يا أستاذ عزة إن المشروعات الخاصة بالربط الكهربائي، وأنا أعتقد رغم ما يوحي البعض لأن هذه مسألة
بترتبط تشاورات ما بين جهات فنية محددة، لكن أن مصر بتتعامل مع الكهرباء باعتبارها جزء من الدبلوماسية المصرية تجاه أشقائها. وما نيجي نشوف خطابات السيد رئيس الجمهورية أن كيف يمكن التعامل مع الفائض من الكهرباء لتغذية الدول العربية الشقيقة، هذا هو الحال مع ليبيا، مع السودان، مع المملكة العربية السعودية، مع الأردن، مع العراق. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الملف قد يكون له مساحة من النقاش في جلسة القيادة السياسية للبلدين، علاوة على المسألة تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة فرص الشراكة التجارية بين قطاع الأعمال المصري والسعودية ومد كثرة التواصل بينهم. صحيح. ده بالإضافة طبعا لترتيبات بقى الأجواء اللي هي مرتبطة بعقد القمة العربية المقبلة. وبنيجي نشوف زيارات السيد الرئيس الفترة اللي فاتت ولقاءاته في الجزائر. في الجزائر أو بالكويت، بتشكل إلى أي مدى هذا الموضوع بينطوي على قدر كبير من الأهمية. نعم. شكرك دكتور محمد عز العرب. شكرك فندم. شكرا جزيلا.